ويسأل أيضا ما حكم العدسات الطبية الملونة للنساء؟ إذا كانت المرأة محتاجة للعدسات لضعف بصرها، هي بحاجة إلى لبسها، لا مانع من ذلك. أما إذا كانت ليس بحاجة إليها وإنما قصدها بذلك التشبه بتحويل لون عينيها إلى لون آخر، فهذا لا يجوز، أن هذا من تغيير خلق الله بدون حاجة وبدون فائدة، إنما هو مجرد التشبه فقط. نعم.